انه تعالوا نتناقش برضو الفنيات، بس نروح ماشي. نطمن على بعثتنا هناك، الاستاذ طبعا جمال محمد علي رئيس بعثتنا هناك في توجو. مساء الخير على حضرتك. مساء الفل يا كابتن هاني، ومساء على كابتن اسامه وكابتن عادل نجوم مصر، وربنا دايما يوفقنا ان شاء الله. اهلا وسهلا بك يا دكتور، توفيق ان شاء الله. توفيق يا دكتور. عايزين نعرف من حضرتك طبعا يعني استعداداتنا ايه، والاجواء دلوقتي في معسكرنا استعدادا لمباراه بكره ان شاء الله. هو كابتن هاني، يمكن الاجواء بتاعتنا كان التمرين الرئيسي النهارده كان الساعه 4 بالظبط بتوقيت توجو، 6 بتوقيت مصر اللي هو توقيت المباراه، وفعلا كان اداء التمرين كان على مستوى عالي جدا، وشارك فيه جميع اللاعبين، وبرده كابتن محمد النني شارك في التمرين بالكامل وكان متميز جدا كمان. هو محمد شارك مع اسف لا قطع حضرتك، محمد شارك بعد ما كانت يعني، ولا هو اتمرن وبعدين بعد التمرين كان اتفضل حضرتك اتمرن؟ هو اتمرن عادي جدا، واحنا عملنا مسح امبارح بعد وصولنا مباشره للفندق، احنا وصلنا تقريبا على الساعة 8 بالليل عملنا المسحة، ولكن للأسف الشديد المسحة ما ظهرتش طوال اليوم، رغم ان احنا كنا بنتصل بالسفير هنا الدكتور حسام حسين، اتصل بوزير الصحة وبرئيس اتحاد الكورة، وكنا بنتواصل معاهم بصفة مستمرة، وكابتن فاضل كلم الاتحاد الافريقي انه المسحات اتأخرت عشان نعرف النتائج عشان ما نفاجئش بأي حاجة صحيح قبل التمرين، ولكن عرفنا بالضبط تقريبا على الساعة 7 بالليل يعني 9 بتوقيت مصر بموضوع محمد النني. مجرد ما عرفنا بيه كان طبعا التمرين كنا خلصنا على الساعه 5:30 التمرين، هو موجود في اوضه لوحده زي كل اللعيبه، يعني كل اللعيبه كل لاعب مقيم في اوضه لوحده، فكابتن محمد بدا الدكتور محمد ابو العلا ياخد كل الاجراءات الاحتياطيه للمحافظه على سلامه البعثه، وده اهم حاجه بالنسبه لنا ان شاء الله يعني. واللعيبه الساعه 7:30 بالظبط كان فيه العشاء، وكان فيه بعدها محاضره الساعه 8:15 كده بالظبط مع كابتن حسام والجهاز الفني. اللعيبه طبعا متحمله المسؤوليه، حضرتكم نجوم ومثلتوا مصر كتير، لا هم متحملين المسؤوليه، ويمكن عايز اقول لحضرتك كمان كابتن محمد صلاح عدد كبير من اللعيبه اتصل عليهم يطمئن عليهم، واتصل يحفزهم ان شاء الله للمكسب بتاع بكره، هم متواصلين معاه، يعني في روح قوميه وروح وطنيه وانتماء عالي جدا من كل الافراد الموجودين، والكل متماسك ان شاء الله ربنا يكرمنا طبعا، لكن حضرتك عارف بيتاثر طبعا نفسيا غياب كابتن محمد صلاح وغياب كابتن النني، اكيد اكيد، حتى لو كانوا غايبين، يمكن انا سامح حضرتك، حتى لو كانوا غايبين بسبب اصابه عاديه او غايبين بسبب اي شيء اخر برضه كانت هيأثر نفسيا، فما بال حضرتك لما بيغيبوا بسبب مرض من المرض اللعين، فطبعا اثر نفسيا، ولكن كانت في جلسات مكثفه نفسيا مع اللاعبين، وهم فعلا على قد المسؤوليه، والموجودين ان شاء الله هيكونوا يعني في اجراءات خاصه اجراءات خاصه للنني، طبعا تم عزله بشكل طبعا شكل منفرد بشكل كبير جدا، في اجراءات خاصه بالنسبه لسفره، بالنسبه ل بعد المباراة السفر هيكون ازاي، هيرجع تاني مع البعثة، ولا في اجراءات خاصة للنني بعد اصابته بكورونا؟ فعلا كابتن هاني، الدكتور محمد ابو العيل على طول مجرد العلم كابتن نني تواجد في اوضته، وبدا فعلا ياخد الحاجات اللي هي مخصصة لفيروس كورونا، وفي نفس الوقت بدانا ناخد الاجراءات اللي هي خاصة بسفره معانا ان شاء الله على الطيارة، بيرتدي ملابس معينة في مكان معين، ويمكن حتى كابتن محمد فضل وانا لسه مكلمين الدكتور محمد سلطان في القاهره، انا لسه قاعد مع الدكتور محمد سلطان، حتى الاجراءات الخاصه بمجرد وصولنا هيتم عمل مسحه لجميع افراد البعثه، كل البعثه اللي موجوده هتعمل مسحه ان شاء الله في المطار مباشره عشان نطمئن على حاله كل اعضاء البعثه، وبرضه هيتم الدكتور محمد سلطان بيرتب برضه عملية نقل الكابتن محمد النني من المطار لمقر إقامته، يعني كل الإجراءات الحمد لله احنا متواصلين معاه، وتم التواصل برضه حتى مع نادي الأرسنال من خلال الكابتن فضل وكابتن الأستاذ عمرو الجنايني، يعني احنا كل الإجراءات الفنية كابتن حسام مركز فيها، واحنا بنتواصل في الإجراءات الثانية مع الأجهزة الطبية المتخصصة. أكيد.